أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان المؤمن يعيش بين قوم يلبسون إلى الكعب وأسفل منه، وأراد أن يحيي فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسفل منه؟ لا، أسفل منه هذا مخالف، لا توافقهم عليه، لا توافقهم عليه. لكن أحسن أنك تبين لهم أولا، تشرح لهم الحكم الشرعي، ثم أنك تطبق هذا من أجل أن يقتدي بك من يريد الخير. لا توافقهم على ما كان أسفل من الكعبة، لا توافقهم على ما كان إلى الركبة، ما يجوز هذا. إنما توافقهم على ما كان سنة، وهو ما كان من نصف الساق إلى الكعب، هذا هو السنة. نعم.